السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المقال الصورة هذه حاطط لكم المقال اللي كتبه رئيس المخابرات الروسي، وقال فيه باللي يعني أي مساس بالجزائر هو مساس بروسيا نفسها. وهذه المناورات اللي راهي في البحر الأبيض المتوسط ماهيش مناورات اعتباطية، بالمناورات منظمة بالشكل يعني منظم جدا، وعليه نتمنى تقرأوا المقال وتشوفوه مليح وتقبلوا مروري.